مرحبا خي صباح. عفوا ما عرفتك، تفضل عود. ولك شو قصتك يا صباح؟ ولك انا صاحبك عمود. ايه لا تواخذني، ما عرفتك عن بعيد. كيفك؟ شو قصتك؟ زعلان مهموم كأنك حامل الكرة الأرضية على كتافك. ايه مسكر راسي على الآخر خي عمود، مسكر راسي على الآخر من مرتي، خلص تركت البيت. تركت البيت؟ يا زلمة أنت رجال كيف تترك البيت؟ عم بقول لك أنا تركت البيت، مش مرتي الرجال تركت البيت. شباب مش عايشة هيدي الأخي، مش عايشة. بعطول أنا وياها نيجاتيف وبوزيتيف، يعني في أنا وياها عطول اتجاه معاكس، يعني في كونتاك على طول. طيب شو مشكلتك أنت وياها هالمرة؟ شو مشكلة يا أخي؟ مش ماشي الحل. يا محلى 14 أدار و8 أدار على ليلي، هول بيسبوا بعضهم عن بعيد، ما فيش تشابك بالأيدي. تشابك؟ إيه؟ سبع؟ عم بتمد إيدك على مرتك؟ لك أي إيد؟ ده اشتركت لإيد صاغتة مد إيدي عليا. طب والحل انت وياها؟ طلاق. طلاق؟ ايه يا زلمه مع بنا حب من اول نظره. ايه مرحبا حب من اول نظره، انت شوفها تاني نظره شو بصير فيك. حب من اول نظره مش حاله هيدي لخي، خلص. طب يا خيي، طب خبرني شو صار انت وياها؟ شو صار؟ ماشي لخي ماشي، ما بحياتك عم اقول منيح مع حد. امبارح بالليل كنا نايمين، شوي سمعت صوت ضجه وصريخ وعيط ومسبات وكذا، عرفني انا يعني مثل المجنون، قمت ركضت. ايه وشو طلع؟ شو طلع؟ طلع انه واحد في حدا ما بعرف كابب سم بخزانات مية الشرب على السطح. ايه عندكم بالبنايه؟ ايه. اوف هيدي خطره منيح. لك ايه، على كل حال اتفقنا نحن والجيران انه ما حدا بيفتح حنفيه المي، عرفت كيف؟ لتاني يوم على بكره ليجوا من شركه المي ويكشفوا. ايه وبعدين شو صار؟ بعدين على الصوت والصريخ وعيت مرتي كمان، قالت لي شفيه؟ قلت لها ماشي ارتاحي انت، اشربي لك كبايه مي ونامي. اوف وشربت الميات؟ لا ما شربت الميات، اليوم على بكره عرفت بالخبريه وشوف النتيجه. وليه صباح؟ شوفي. وليه مجرم انت؟ ليه؟ وليه بدك تسمم لمرتك؟ ما هي كل يوم بتسمم لي بدني ولخيات. وليه؟ لك مش هيك بقول لك. هاي لك هاي لك هاي